نفت مصادر بمطار معيتيغا الدولي ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بإصابة إحدى الطائرات، مؤكدين بأن التجهيزات تتم من أجل إقلاع الطائرات في اتجاه مطار مصرات الدولي. يذكر أن مطار معيتيغا تعرض إلى قصف من قبل الميليشيات المسلحة ليلة البارحة، الأمر الذي أدى إلى توقف الرحلات من وإلى مطار معيتيغا.